أينما تكونوا يدرككم الموت. للأسف نحن الآن غافلون عن هذه الحقائق ونعمل من أجل الدنيا، نبذل كل ما لدينا من أجل هذه الدنيا وننسى أن هناك يوما سوف نصادفه جميعا شئنا أم أبينا. هذا اليوم هو لحظة الأجل، هو يوم الموت الذي ينبغي على كل واحد منا أيها الأحبة أن يعلم على الأقل ماذا سيحدث. يعني أنت الآن عندما تكون في امتحان، معظمنا مر بامتحانات، فتجد أن الكل يحاول أن يتوقع ما هو السؤال الذي سيأتيني غدا في الامتحان. فالإنسان الذي درس وتوقع هذا الأمر سيكون الامتحان عليه سهلا جدا، على عكس الإنسان الذي ترك نفسه للمفاجآت. عندما يترك الإنسان نفسه للمفاجآت فإنه للأسف سوف يصدم وسوف يكون الامتحان خطيرا، قد يفشل فيه. لذلك أيها الأحبة، على باب لأي امتحان اليوم علميا تقوم على مبدأ التوقع، ماذا سيحدث غدا في الامتحان. طيب أنت أيها الإنسان الآن تعيش وتتكلم وتنطق وتأكل وتشرب وتبني وتذهب، ولديك جدول مواعيد، لديك أعمال ستقوم بها غدا، لديك التزامات مع أناس، لديك خطط، لديك طموحات، لديك أقارب، أولاد، إخوة، أبوين. هذا الجو الذي نعيش فيه وأنت تنظر الآن وترى الضوء، ترى الألوان. طيب لحظة الموت ماذا سترى؟ أول شيء أيها الأحبة، كل هذا المشهد من حولك سيتوقف خلال جزء من ثانية، ستنتقل إلى مشاهد أخرى مختلفة تماما جدا، مختلفة تماما. الإنسان الذكي طبعا يجب أن يتوقع الأسوأ. الإنسان الذي يريد أن يخطط لمواجهة هذا الامتحان بشكل علمي، العلماء يقولون ينبغي لكي تنجح في أي امتحان أو مواجهة أن تتوقع الأسوأ. هذا ما فعله القرآن، أنه وضع لك احتمالات على رأسها الأسوأ، ثم وضع لك الأقل ثم الأفضل. يعني أنا أريد أن أتأمل معكم هذه الآية التي يأمرنا الله أن نتأملها. يعني الله تبارك وتعالى يقول ولو ترى، ما معنى ولو ترى؟ ولو ترى فيه نوع من الإخبار وفيه نوع من الأمر، أي أنه ينبغي عليك أيها الإنسان أن تبدأ لتستعد، لأن هذا المشهد أنت اليوم لا تراه، ولكن القرآن أخبرك عنه فسوف تراه قريبا. لابد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أنت ترى أن لحظة الموت أو يوم القيامة بعيدة جدا، لذلك تغرق في هذه الحياة وفي اللهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فأنت الآن القرآن يأمرك أن تتدبر هذه الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل أنت مقفل القلب؟ إذا كان قلبك مفتوحا أمام ذكر الله ينبغي عليك أن تتدبر هذا القرآن. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. بدأ معك بالظالمين وليس بالمؤمنين على فكرة. لماذا؟ لأن العلم الحديث يخبرنا أن النجاح في الامتحان يحتم عليك أن تتوقع الأسوأ وليس الأفضل. إذا توقعت الاحتمالات السيئة فستأخذ استعدادات أعلى لهذه الاحتمالات. لذلك بدأ القرآن يصور لك وضع الظالمين. طيب هل يمكن أن أكون أنا منهم؟
هل أنا مثلا أؤدي ما أمرني الله به سبحانه وتعالى؟ هل ألتزم بما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ هل أنتهي عما نهاني عنه؟ هل آكل الربا مثلا؟ الحرب التي شنها الله مرة واحد على صنف واحد في القرآن، لم تشن الحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلا على عمل واحد فقط، لم تشن على شارب الخمر أو الزاني أو حتى القاتل أو أي عمل آخر، إلا عمل واحد هو الربا، أكل الربا. هل أنت تأكل الربا الآن وتطمئن وتجلس في بيتك وتنتظر أن الله سيكرمك لحظة الموت وهو يقول لك فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ الله يشن الحرب عليك هذا في الدنيا وأنت تأكل الربا. كيف سيعاملك لحظة الموت؟ لا تقل لي صلاة وصيام وزكاة، إن أسوأ أصناف أهل النار هم المنافقون، من أسوأ أصناف التي قال الله فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني حتى هم أسفل من الملحدين، أسفل طبقة من طبقات النار وهي الأسوأ، خصصها الله للمنافقين وليس للملحدين وليس للظالمين بل للمنافقين. المنافق يصلي، يصوم، يذكر الله، يقرأ القرآن، ولكن بالمقابل هو يفعل هذا رياء، ويفعل هذا ليس عبادة لله، لأنه بالمقابل يأكل الربا، يظلم الناس، يكذب على الناس، يأكل مال اليتيم، ربما يرتكب الفواحش، ربما يسرق، ربما يزني إلى آخره، فهذا سيكون عذابه أسوأ من الكافر أو الملحد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الآن إذا كنت أيها الإنسان واحدا من هؤلاء الظالمون ينبغي أن تتوقع هذا المشهد وتستعيذ بالله أن تقع فيه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، تأتي الملائكة لتبسط أيديها باتجاهك أيها الظالم، يا من ظلمت أخاك أو أباك أو قريبك، يا من ظلمت جارك وأكلت ماله، يا من ظلمت الناس ولم تؤدي لهم حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر، شبر من الأرض، شبر يعني 20 سنت، طوقه يعني يوم القيامة، طوقه من 7 أراضين، أو ربما لحظة الموت سيطوق من 7 أراضين والعياذ بالله، هذا من يأكل شبرا حراما من الأرض. هل أنت أخذت مالا بغير حق؟ هل أخذت أرضا بغير حق؟ هل استوليت على عقار أو شقة أو محل أو قطعة أرض بغير حق؟ كيف سيكون مصيرك؟ استمع معي. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أنت لديك المال في الدنيا، لديك السلطة، ربما لديك لقاءات، لديك معارف، لديك أموال، أين هؤلاء؟ لا أحد يستطيع أن يفعل لك أي شيء، لأنهم هم في عالم الدنيا وأنت في عالم البرزخ. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني خلص نفسك إذا استطعت، بمعنى مبسط، أنت كنت تستمتع في الدنيا إلى قبل دقائق وكان لديك كل شيء، الآن أخرج نفسك من هذا الموقف. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، هذه الآية أيها الأحبة دليل مباشر على عذاب القبر. إلى من ينكر عذاب القبر، هذه آية صريحة مباشرة تخاطب الظالمين لحظة الموت بل قبل الموت، لأن الله يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سوف يعذب بالحريق
وبعذاب الهون الذل من أول من مجرد أنه غادر الدنيا، لا ينتظر حتى يأتي إلى القبر، بل لحظة الموت سيبدأ العذاب معه. وهنا قد يقول قائل: لا عذاب قبل الحساب. هذه القاعدة أيها الأحبة تتناقض مع القرآن تماما، ليس لها معنى. لا عذاب قبل الحساب، ليس لها معنى هذه القاعدة، لأن الله تبارك وتعالى يؤكد في القرآن، يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن الله تبارك وتعالى يصيب بعض الناس الظالمين بالعذاب في الدنيا حتى، هذا عذاب قبل الحساب في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عبارة لعلهم يرجعون تدل على أن هذه الآية تخص الدنيا وليس الآخرة، لأن الآخرة ليس فيها رجوع. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الأحبة، حقيقة والله الذي يضحكك سيضحك عليك، هذه قاعدة مبسطة، والذي يبكيك سيبكي عليك. دائما أنا ضد أسلوب الدعوة إلى الله بأسلوب الضحك والنكتة والمزاح، وأنا أعلم أن أهوالا تنتظرك. ينبغي علي الأمانة العلمية تحتم علي أن أحذرك. إذا كنت تعلم أن هناك زلزال سيقع غدا، هناك حريق سيقع غدا، هل تجلس وتضحك وتخدر من حولك وتضحك عليهم وتتركهم ليواجهوا مصيرهم، أم تحذرهم؟ لذلك أيها الأحبة، أنا يعني أقول لكم دائما القرآن يعطيك الأسوأ ويعطيك الأفضل، يحذرك من لحظة الموت، يحذرك. لماذا هذه الصورة ينبغي أن تضعها هنا في دماغك؟ لأن هذه الصورة سوف تعدل سلوكك. عندما تكذب أو تتهم بالكذب تتراجع، تتذكر آية في القرآن، الله تعالى يقول: ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إذن أنت سيكون وجهك أسود أمام الله إذا كذبت، فستتراجع عن الكذب. عندما تقرأ مثلا هذه الآية ولو ترى، القرآن يصور لك المشهد. هذا أسلوب أيها الأحبة في علم ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية، وعلم النفس، وفن القيادة، وفن الإدارة، وغير ذلك من هذه العلوم الحديثة التي يتهافت الناس عليها. القرآن يستخدم هذه الأساليب، الأساليب التصويرية، لينجيك من موقف صعب جدا سيمر بك لا محالة إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى وتسارع إلى فعل الخيرات. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إذن هناك الظالمون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الآن الغمرات ما قبل الموت، يقال لهم: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أي أنك أيها الإنسان الذي لم تستجب لكلام الله أنت تستكبر عن آياته. كل من لا يستجيب لكلام الله، القرآن يقول لك أن تترك ظلم الناس، القرآن يقول لك أن تتدبر هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا لم تتدبر القرآن بحجة المشاغل والدنيا فأنت تستكبر عن آيات الله. الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنتهي عن أكل الربا، إذا لم تنتهي فهذا نوع من الاستكبار عن آيات الله، وإلا ليس له تفسير. خالق عظيم يملك الكون، يملك حياتك، يملك كل ذرة فيك، يملك مستقبلك، هو الذي يحدد مصيرك في الدنيا والآخرة. طب هذا الإله العظيم يقول لك فإن لم تفعلوا أو فإن لم تنتهوا عن أكل الربا، ف
فأذنوا بحرب من الله. يعني أنت أيها الإنسان إذا لم تنتهي عن أكل الربا أو عن ظلم الناس أو عن ارتكاب الموبقات الكذب النفاق، الله تعالى يقول لك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم أنت لا تلتفت لهذا الكلام، هذا نوع من الاستكبار عن آيات الله. ما هي النتيجة التي ينبغي أنا لو مارست هذا النفاق ينبغي أن أتوقع هذه النتيجة؟ اليوم تجزون عذاب الهون، الهون يعني الذل من المهانة المذلة. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا قبل أن تموت، سماها القرآن هذه المرحلة غمرات الموت، التي هي لست بميت ولست لست يعني في يعني ما بعد الحياة وقبل الموت. هذه المرحلة المليئة بالاضطرابات سميت غمرات الموت، غمرات غامضة ضبابية فيها فتن. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ينبغي أن تتوقع أن هناك ملائكة ليس ملك واحد. الآن اجلس وتخيل لحظة الموت، ينبغي أن تتخيل. لماذا؟ لأن القرآن يأمرك يقول ولو ترى. ما معنى ولو ترى؟ يعني لو أنك كنت أيها الإنسان لديك القدرة على أن ترى ماذا يحدث للميت في لحظة الموت أو في غمرات الموت، لرأيت هؤلاء الملائكة ليس ملكا واحدا، ملائكة سيجتمعون عليك أيها المسكين، سيقولون لك اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما وكنتم عن آياته تستكبرون. الآية التالية أيها الأحبة في موضع آخر، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، هنا دخلنا في مرحلة الوفاة اللا عودة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، والكافر أيها الأحبة ليس من الضروري يعني أن يسجد للأصنام أو يلحد، لا، هناك إنسان من استهزأ بالله ورسوله يعتبر كافر، من استهزأ. سأتيكم بالدليل فورا من القرآن الكريم. كل إنسان يستهزئ الله سبحانه وتعالى يقول، دققوا معي أيها الأحبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهؤلاء يمكن أن يكونوا يعني يمارسون الصلاة والعبادات والزكاة وغير ذلك، بل هم مؤمنون، القرآن يقول ذلك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الاستهزاء بالقرآن هو جريمة أيها الأحبة، يعاقب عليها القانون الإلهي، القانون الدنيوي ربما يشجع عليها، ولكن القانون الإلهي يعتبرها جريمة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. لذلك القرآن عندما يقول لك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هؤلاء الكفار أحد أصناف الذين كفروا هم أناس مؤمنون، ولكن بسبب استهزائهم بالقرآن انقلبوا إلى الكفر والعياذ بالله. ماذا يحدث لحظة الوفاة هذه؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. تصوروا أيها الأحبة أن هذا الموقف سيتعرض له كل واحد منا.
إذا لم يتب إلى الله. طبعا هناك في الجانب الآخر هناك موقف مختلف تماما 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 عن هذا الموقف، الموقف الذي ستتعرض له إذا كنت ظالما أو إذا كنت كافرا أو منافقا أو إذا لم تتب إلى الله من الفواحش والزنا والربا والخمر وظلم الناس وأكل حقوق الناس. إذا لم تتب إلى الله من هذه الأعمال فسوف تكون من هؤلاء، لابد أن تتعرض، لأن الله حتى رحمة الله تسير وفق قوانين. يعني لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى يرحم إنسان مجرم، كيف يرحمه؟ الرحمة تكون لمن في قلبه، لمن يعني كل إنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة كما أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان متكبر لا يدخل الجنة، فكيف يغفر له الله؟ مغفرة الله يعني عندما يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه المغفرة تأتي وفق قوانين سنن الله سبحانه وتعالى وضعها، ولا يظلم أحدا عز وجل. طب يعذب من يشاء، هل يأتي الله سبحانه وتعالى بإنسان مؤمن فيعذبه؟ لا، هذا الكلام ضد العدل الإلهي. لذلك أيها الأحبة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. تصور هذا المشهد، ضرب مباشر، وذوقوا عذاب الحريق. طيب هذه الآية تتحدث عن أي لحظة؟ تتحدث عن لحظة الموت، لحظة اقتراب الأجل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الوجه أشرف ما في الإنسان سوف يضرب، وخلف الإنسان من الأمام ومن الخلف، يعني مشهد. طب أنا لماذا أضع نفسي في هذا الموقف؟ مقابل ماذا؟ مقابل دراهم معدودة أكلها مثلا؟ لا، بالعكس، أنا أتمنى أن يكون لي حق عند الناس ولا يكون لأحد حق علي أنا. إذا جاء إنسان وأكل مالك ينبغي أن تفرح، لا تحزن، لأن الله لا يضيع لك ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا جاء إنسان وظلمك ينبغي أن تفرح حسب القانون القرآني، لأن الله سيأخذ حقك يوم الموت. سترى النعيم والفرح والسرور، ستراه لحظة الموت. لذلك أيها الأحبة، هذا الجزء خصصناه لماذا يرى الإنسان عند اقتراب أجله، الإنسان الظالم. لقاء قادم إن شاء الله سنخصصه للإنسان المؤمن الذي استجاب لله، الذي طبق تعاليم الله، الذي أحب الله ورسوله، ماذا يرى لحظة الموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين أحبهم الله واستجاب لهم ورضي عنهم وأكرمهم لحظة الموت. اللهم ارحمنا وانفعنا بهذا العلم، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.